الرشيد طيب 25 عاماً من السودان، مهندس في تكنولوجيا الاتصالات ورئيس برامج التكنولوجيا لذوي الإعاقة، عاد من السودان مجدداً ليكون شريك محمد الكواري بعد المعرفة الطيبة التي جمعتهما في نجوم العلوم. خلصنا مرحلة بروف كونسبت الحمد لله، يعني نجاح، واللي انتظرنا في الانجينير اكيد اصعب واصعب، واحنا للحين ما استلمنا التاسكات، فالله يعين يعني من اللي جاي، فان شاء الله خير، نقول ان شاء الله خير. حالي الاولى انا بفتكر انت برهنت وبجداره ممتازه. المهام الاول هو لكل الكيسز اللي هن ثلاث سيناريوز، بدنا نتاكد انه شغال هذا الجهاز وشغال انه يوافق تكنولوجيات اثنين اللي انتقيتهم، اثنينهم بيوافقوا على النتيجه. بالهندسه بدنا نبرهن الارقام، انا ما عم اقول لك مشي 100 تيست، في يعني ديزاين اوف اكسبيرمنت، بدنا نشوف هيدي هالماتريكس اللي بتقول هيدي هي الحالات اللي انا حللتها، اوكي، وستاتستيكلي فيني اعمل هالكلين. ثالث شيء الاستفاده من هيدا الجادجمنت، في وايرلس كوميونيكيشن، انا عم اقول لك وايرلس كوميونيكيشن بتصير ساعه، بتصير تليفون، بتصير سماعه، بدنا نكون بروفيشنال وتكون اخف عبء على الحكم. صحيح انا في مرحله الهندسه عندي ثلاث تاسكات بس، والكل يشوف انها صغيره، لكن في محتواها ديتيلز فهي كبيره بالنسبه لي انا، فلازم ان شاء الله اني اقدر عليها. الكاميرات كلها حتلتقط، ما ايش كاميرا ما حتلتقط، كلها حتعمل كابتشرنج لفريم ريت من 10 قول ل 20. اوكي بس حناخذ التقاط لواحد. في المرحلة هذه غيرنا اللي هو مكان الكاميرات بحيث ان انا اقدر اتاكد ان النظام كامل صايد اللي هو الكورة في كل مكان. اوكي، فرض انه عمل هنا بروسيس من هيدي الكاميرا، تمام؟ وطلع الشيء مشكوك فيه. يمكن ما التقط حيزين الناس. هل اني اكنسل؟ لا، اروح اشوف الثانية. الصورة الثانية اللي من الكاميرا اللي بالجنب. والله طلع فيه نتيجة البروسيس أحسن من النتيجة الأولى. السيستم يقرأ منهم كلهم ويعطيك أفضل واحدة. أيه. المؤامرة طبعاً اللي أنا رئيسها في اللاب وأنا ودمير، فلازم إحنا نسوي نشوف نقطة ضعف بس واحدة بسيطة، نروح ونكبرها خليها كبيرة في اللاب على أساس إنه بس يعني يتنرفز وهذا ويتحدانا ويثبت إنه غيرها عكسها. إذا رسمت الجسم هذا في قلمك، أعطيك اللي تبيه. القلم صح بيجيب الجسم صح؟ في الجسم. بالله يغزل. ممكن. القلم داي تاش يا ولد. تيغزل يا ولد. في جملة واحدة. يا ولد يا توم. يا ولد يا توم. إكس إكس زد نقطة، إكس إكس زد نقطة. أنتم. القلم هاي يسوي كل شيء، أوكي؟ شو اسمه؟ شو مسميه هو؟ سوبر بن. سوبر ماجيكال إيفر هابن بن. أوكي؟ وأكبر موضوع يستفز بسباس ولا يحرق له أعصابه هو إنك تشكك له باختراع. تحكي له على الاكس واي والزاد وسوبر بان بجنن. خطوط هذه ري ما تنرسم على الاطلاق بالاكس واي زد باليد، انا ترسم بالكمبيوتر ولا تعمل عليها هيك واحده وواحده من فوق، بعدين تعمل اوتو كوركشن يرد لك الخطوط، فهمت؟ اتحداك تجيب الخطوط، اتحداك. معناته قلمك فيه عيب، هذا هو العيب، خلاص حصلته من قوطي بسيط. في أكثر الأوقات الكواري يعطيني ملاحظات قوية جداً وأقبلها بصدر رحب. حبيت نرجع نفس الشيء، حبيت نعمل نفس الشيء، فالرياكشن بتاعه كانت شبه مقبولة. أنت مش عارف البروجيكت بأي شيء، أنت مش عارف البروجيكت. يعطيني نظام كامل متكامل من المرمى إلين الحكم إلين الهاند ديفايس هذه إلين السماعة. بتجيني كل هيك ولا؟ إيه. والمسج معناه المعلومة اللي باش تبدلها. كوميونيكيشن ايش؟ رغم فيها حتى فايده، هذه اضاعه وقت. امزحوا في كل اللي تبونه معي انا، الا اختراعي خلكم بعيد عنا شويه. لا جد والله ما اللي يطلع من لساني الله اعلم يعني. معقوله معاي الحين كم اسبوع؟ لا فاهم مش فاهم خلاص عادي. ايش يعني؟ ليش انت تزعل وتعصب نفسك وحالك على شيء؟ يا قوري شو القوه هذه لك؟ ساعات تضبط مع وسواس انه يستفزني، لكن اغلب الوقت ما تضبط لانه هو شكله بريء يعني، فما تضبط يعني. ما ابي ارسم هاي من هنا ان شاء الله. علمني لحظه ترى ما ترسم حتى على 200 سنه مهما تطورت التكنولوجيا. ما تقول ما تدعيش اكبر من اكبر من حجمك. ما تصدق بين لحظه خليني اسك سوي شيء. خلي مش يرسل كمان كل شيء، يرسل اكس واي زد. يسوي كل شيء اكس واي زد. نظرين احكي لي نظرين ساعه نقدر ولا تقدر نظرين فك. شو الفايدة نظرية؟ ليه تطبيقين هاي قاعد اشتغل عليه؟ شو الفايدة نظرية؟
اني اشتغل عليه. طيب انا اطع علي ساعات اني استفز الشخص اللي قدامي، يعني اشوف شنو الرياكشن ماله، يعني ايش بيكون يعني. شوف بروف اوف كونسبت شلون اثبته لاني لا 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 حبيبي انت الحين انجينيرنج، يعني خلاص يعني امورك لازم تكون طيبه. الشيء الوحيد اللي ممكن تقول يعني اللي قريب من بعض اللي هو التحدي، هو عنده روح التحدي وانا عندي روح التحدي. انا بثبت وجودي هنا في نجوم العلوم، هو بيبي يثبت وجوده، فنشوف الاخير مين راح يثبت وجوده اكثر. يعني ليش معصب علي انا ودمير؟ معصب عليك انت؟ ترى اكثر ناس بريئين في الستار اب ساينس هالموسم انا ودمير. انا ريت الاختراع هذا اؤمن بي، عندي ثقه فيه عامية. اختراعك؟ اختراعي انا اؤمن فيه. معناه متاثر لا تضر البعوضه اذا وقعت على ظهر النخله. انا ما راح ارد عليك، راح يردوا عليك الجمهور. انا راح اسامحك لاني انا طيب. مع اول ما اشوف الامور زادت بيني وبين بسباس فعلى طول لازم اروح اعتذر له. كل اللي انا اسويه هاي داخل هذه كله يعني حركات وضحك وناسه، لكن تبي الصراحه يعني، وهي انا قلتها من قبل، ان اختراع بسباس يعني بيكون عالمي، يعني عالمي جدا. صباح الخير لكل المشاهدين برنامج يوم العلوم الموسم الخامس. طبعا اليوم اول ايام اخر اسبوع من مرحله الهندسه، كل المشتركين على يعني متوترين وعلى اعصابهم مشدوده على الاخر. الكواري توفق باختيار البارتنر الرشيد بمرحله الانجنييرنج. الرشيد صار خوش بوش واخذ وش على كل المشتركين بسرعه. طبعا معنا اول مشتركه راح تعطينا رايها. تعالي هون عارفين نمسك لو سمحت. والله الاجواء متوتره جدا 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 جدا. هيتي انا ما بيصير المقابله. تعي خلاص راح نعيد. كنت في برنامج مقلب نجوم العلوم. قبل كان يسوون فيني مقالب وخلاص ينتهي الموضوع، بس الحين معي كمال. انا مقدم. ايه ايه وي وي خلاص خلاص. انا حابه اقول شغله، يجي لك يوم يا كواري ويا بارتنر كواري الرشيد وتشوفون.